فبقى انا كنت بقول لك ايه على المعرض، قلت لك في حاجه لطيفه جدا فيها، حاجه او رحله عملتها الهيئه العامه لقصور الثقافه بوزاره الثقافه المصريه في معرض الكتاب، وهي انه نظموا رحلات لولادنا اللي عايشين الان في المناطق البديله للعشوائيات، واتعملت كمان احتفالية للمواهب وتحديدا مواهب الأسمرات. معانا على تليفون الدكتور هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. ازيك يا دكتور؟ يا فندم ازيك يا استاذ يوسف؟ عامل ايه يا دكتور؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. لا ينقصنا الا رؤياك يا دكتور. الله يخليك يا فندم، ربنا يخلي حضرتك. يا رب يخليك. انا كنت اقول انه الرحله اللي معموله دي واحده من اجمل الحاجات اللي عملتوها في الهيئه العامه لقصور الثقافه، وانتم بتعملوا بصراحه حاجات كتير حلوه ومهمه ومفيده بصراحه شديده يعني. خلينا نتكلم شويه عن الرحله، فكرتها وتنظيمها والهدف ايه؟ هو فندم الحقيقه ده تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. انه احنا ننظم برامج لبناء الانسان وخاصه بمشروعات الاسكان الامنه اللي هي بديل العشوائيات. وده كله بيحصل في ضوء استراتيجيه الحكومه متكامله بشكل متكامل يعني، وتوجيهات معالي الوزيره الاستاذه الدكتوره نيفين الكيلاني بدعم كل ابناء المناطق بديله العشوائيات على كافه المستويات. وده لتحقيق اهداف التنميه المستدامه. عظيم. بما بقى تتضمنه من سبل مواجهه الفقر وتوفير حياه كريمه للمواطن المصري. والحقيقه احنا شغالين في الموضوع دوت، كل قطاعات الوزاره شغاله عليه، فاحنا يعني بناخد كل اطفالنا وابنائنا من المناطق الامنه بديله العشوائيات من الاسمرات، واهالينا واحد واهالينا اثنين، روضه السيده زينب الخياله. احنا بدانا ناخدهم بالفعل المعرض القاهره الدولي للكتاب، ومش بس كده، ده احنا بدانا نعمل كمان اكتشاف لمواهبهم، وكوننا فرقه كورال اطفال الاسمرات بتشارك للمره الاولى في فعاليات فنية بتقدمها وزارة الثقافة في المعرض. والحقيقة رد الفعل يعني عظيم، يعني الناس مبسوطة جدا، الولاد نفسهم فرحانين جدا. احنا جايبين لهم الكتب، بنشتغل معاهم في ورش لتعليمهم الحرف، وفي مسابقات ثقافية بنعمل معاهم حوار عن السلوكيات الإيجابية للطفل، بالإضافة كمان للعروض اللي بتقدم اللي هم بيشاهدوها. يعني هم كمان بيزوروا الاجنحه المختلفه للمعرض، وده عامل رد فعل عندهم الحقيقه حاجه عظيمه جدا يعني. حلو قوي. هو بقى الحته دي يعني رد الفعل عند رواد المعرض رائع، وده شيء عظيم جدا، وده ان دل على شيء دل على انه المواهب فعلا حلوه وحقيقيه، وانكم بذلتوا جهد جيد جدا مع ولادنا هناك. لكن رد الفعل عند الولاد دول وعند اسرهم، سواء اذا كان على النشاط بشكل عام، على الرحله بشكل أكثر خصوصية، وعلى هذه العروض الفرق اللي شاركت، هم حاسين بإيه أو شفتوا رد الفعل عامل إزاي؟ هم سعداء، وفي مطالبة من يعني أنت بتاخد مجموعات، يعني ده بيحصل على مجموعات، الحقيقة كل بيشارك وكل عايز يجي مرة ثانية وثالثة. يعني من سعادتهم ومن فرحتهم وإحساسهم إن هم موجودين في وسط يعني هذا العالم اللي مليء بالفكر والفن والمعرفة، هم فرحانين عايزين ده. يعني الحقيقه يعني احنا بناخدهم على مراحل كمان، احنا بناخدهم من اكتر من مكان، فرد فعلهم رائع. كتير منهم بيطلبوا ان هم يشاركوا في الفعاليات، كتير منهم عايزين مواهبهم تكتشف، عايزين يعملوا فرق كورال. يعني اللي بيحصل زي ما عملنا في الاسمرات احنا هنعمل في اهالينا واحد، في اهالينا اثنين، وفي المحروسه وفي روضه السيده زينب. يعني احنا مسميين الفرق، يعني حط الله اسم ولا لا؟ احنا عاملين فرقه اطفال كورال اطفال الاسمرات. حلو. دي بتشارك لاول مره في المعرض، وبنكتشف المواهب من بقيه الاحياء الامنه عشان نبتدي نكون لها برضه فرق، يبقى ليها مسميات، يبقى عندهم مدربين وعندهم مشرفين فنيين يبتدوا يشتغلوا معاهم على تنميه هذه الموهبه وهذه المهاره. ده شيء اكتر من رائع، اكتر من رائع. طب دكتور هشام، معلش انت عارف انا طماع في الحاجات اللي من النوع ده، فانا من باب الطمع والطموح مش بس المقبول ولكن اعتقد اللي مهم ان احنا نشتغل على ان احنا نبقى طماعين اكتر، هل من الوارد مستقبلا بس في المستقبل القريب ان احنا ننظم ما يطلق عليه خارجا كرنفالات الشوارع، عروض الشوارع؟ هو الحقيقه الدكتوره نيفين وجهت بكده معالي الوزيره، لانه اللي حصل بالظبط احنا في المعرض لاول مره بنعمل الفعاليات الفنيه واحتفالات ديفيليهات في الشوارع.
حلو. والمستهدف مستقبلا ان احنا اطفالنا دول ناخدهم المتاحف والمعارض، نبتدي زي ما قدرنا نوديهم معرض الكتاب، نبتدي نخليهم يخشوا المتاحف بتاعتنا والمعارض والفعاليات الفنيه اللي بتقيمها وزاره الثقافه. حلو جدا. يعني كنا زمان بنحتفل بعيد الطفوله وانا صغير، فهل من الممكن انه في عيد الطفوله مثلا ان احنا نعيد احيائه بفرق الولاد بتوعنا دول، يبقوا موجودين في الميادين الكبرى في المدن، بعضهم يبقى موجود في قراهم او مراكزهم او نجوعهم، يعني وهكذا نعمل عروض اكثر انفتاحا اكثر عموميه يعني؟ بالفعل هو ده التوجه اللي احنا شغالين عليه، انه الفعاليات الفنيه تخرج خارج المباني وخارج القرى، تبقى في الشوارع وفي الاماكن العامه وفي الميادين العامه، زي كشك الموسيقى كده، زي كل التفاصيل اللي هي كنا بنشوفها زمان احنا شغالين عليها بالفعل. لقطني، هي دي بالظبط زي كشك الموسيقى. يا سلام، كانت حاجه عظمه. انا بشكرك يا دكتور، كل التوفيق، ومن امر موفق الى امر اكثر توفيقا باذن الله. اشكرك يا دكتور، كل الشكر لدكتور هشام عطوه رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه.